السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم العنابي حاتم من بسكرة، ولاية بسكرة. هذه أول مشاركة لي في صالون فوتوغرافي في المسيلة. قدمت موضوعين، موضوع الحر، موضوع البيئة. في موضوع البيئة عندي دو فوتو، صورتين، صورة من جبال باتنا، جبال شلية، تمثل الصورة شلية هذه سمى الجبل المشهور في جبل باتنا. مشهور في باتنا في شليا. هذه الجبل هذا واد، هذه تعبر عن كادر مصنوع من الشجر، وتعبر عن طبيعة من أشهر الجبال في. ومتى أخذت هذه الصورة؟ هذه أخذت في العيد الكبير، صورتها قريبا يعني. هل أخذتها بالمناسبة ولا كانت في الأرشيف يعني؟ لا، خرجنا في جولة برق، يعني ما كانش في راسك بلي راح تشارك بها في صالون ولا؟ لا ما كانش. الله يبارك. زيد. وعندي هذه جبال مشهورين ثاني، جبال البويرة وجبال تكجدة. هذه تمثل طريق في وسط الجبال. وأجريت عليها تعديلات ولا هذا لا طبيعيين؟ هذه طبيعية 100%. 100%. الله يبارك. ما لعبتش في الضوء ولا في الألوان ولا؟ هذو طبيعيين. الله يبارك. زيد. هذو تلعب في النظري. تريق النظري تصور هذا ما صحيت. وعندي الموضوع الآخر. موضوع الآخر عندي فن من فنون التصوير هو السيلوات. سيلوات يعني تبين الشخص أسود. الكعو صحيح. هذه سيلوات مع فن آخر هو الأسود والأبيض. نوعين من التصوير. هذه شخص في السكة الحديدية. وين هذا؟ هذه في قنطرة بسكرة. الله يبارك. سكن تاعي. وهذا شكون هذا الشخص؟ هذا صديقي. وش اسمه؟ اسمه تاقي. تاقي نقم توشني؟ قرينيس. اي باش تبقى يعني في التاريخ يعني. هو صورته يعني بالعاني ولا كيما نقول؟ هذه بالعاني. هو اللي البوزيسيون تاعو الله يبارك. مدروس. هذه الصورة فيها غموض، هذا فن التصوير فيها غموض. الله يبارك. كل واحد كيفاه يشوفها. صحيت. هذه الصورة ثانية، ثانية حتى هي السيلوات. هذه في جبال شلية. في قمة الجبل. الله يبارك. هذه بعد الغروب تشكل أشعة الشمس دير الانعكاس تاعها. واللون أنت لعبت على اللون. هذه لعبت على اللون، زدت في اللون. الشكل هو هو. الشكل هو هو. الشكل الأسود هو هو. هذا اللون أنا اللي زدته. الله يبارك. في الإضاءة برك. الله يبارك. والشخص. الشخص نفسه هو تقي. وهنا يبان هاز حاجة، واش نهاز؟ هو هاز لاباري فوتو وزعم يصور في الشمس الغروب. الله يبارك. من قمة جمالي سبق الجمالي سبق. شكرا. وش ممكن تقول بالأخر؟ والله هل تهلاو فيكم ما تهلاو فيكم؟ الحمد لله. أشكر جميع المساهمين في هذا المعرض. معرض ما شاء الله جميل. وشكرا. وطلبوا الشخشوخة والزفيتي وكل لازم نجمكم هنا. شكرا جزيلا. صح.